شيخ احمد الملكي، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عاملة ايه؟ الحمد لله ربنا تمام. يسترك يا رب يسترني ويسترك يا رب. هسألك كده، هحكي كده حكاية وبعدين هسألك على رأيك فيه. تمام. انه في واحد هو اللي باعت، ويعني غريبة ان واحد هو اللي بعت لنا بيقول ان هو متجوز ومخلف، هو بيشتغل بره وسايب مراته وولاده هنا، ووقت ما هو بيبقى مسافر مراته بتاخد ولادها وبتروح تقعد عند بيت اهلها، تمام؟ كويس. فبدأ اهلها يقوموها عليه، اهلها هي اهلها هي اللي هي بتقعد عندهم يقوموها عليه ويقولوا لها انه ده مش وضعه، مش هينفع وكده، وخليه ايه يرجع ويعيش معاكي. فهي خلاص دلوقتي طالبه الطلاق وبتقول له ارجع وعيش هنا معايا، وهو طبعا متردد عشان الرزق يعني والفلوس، هو هناك بيجري على رزقه واكل عيشه، فخايف ان هو يرجع ما يلاقيش شغل او ما يلاقيش شغل بنفس ايه الدخل اللي بيدخله. فهو بين نارين، وهو بيسالنا بقى يعمل ايه، يرجع ويعيش معاها ويسيب شغله هناك، ولا يفضل هناك ويطلقها، ولا يحاول يعني يوازن الامور ازاي، هو مش عارف. طب خلينا بس نقول ان مفيش حد بياخد كل حاجه من الدنيا كامله، اكيد خلاص لازم يكون في شويه منغصات كده في الحياه طبعا. وبعدين من سعاده الانسان ان الرزق والزوجه والولد الصالح يكونوا جنبه، والمراه لها الحق اصلا. الزوج يغيب قد ايه عن الزوجه؟ من 4 شهور ل6 شهور يا استاذه دعاء، لان ده حقها، لها حق اصلا ان هي ترفض تقول له انا مكمله معاك بالطريقه بالاسلوب بتاعك ده، او اللي هو ارجع. طيب انا اوازن بالامور ازاي؟ اقول له ما تضيعش زوجتك، ما تضيعش اولادك، ما دام زوجتك هي محتاجاك لو سمحت انزل، عشان انت لو بديت رزقك او مش رزقك بقى، لو بديت المال اللي انت بتاخده في الغربه ده عن الرزق الحقيقي اللي هو مراتك واولادك، انت كده بتخسر كتير جدا. استعن بالله، ارجع اتفاهم مع الزوجه، ممكن كل 3 شهور تنزل لهم من فتره حسب بقى الاتفاق ما بينكم. لو خلاص تم الرفض وهي مش قادرة تكمل بالطريقة دي إلا ما تكون موجود معاها، ما تضيعش ولادك، ما تضيعش مراتك، لأن الإنسان هيندم أشد الندم بعد كده. واضح إن هو يعني بيحبها أو متمسك بيها، لأن هو مش عايز يطلقها، عايز حل، بدليل إن هو اللي بعت لنا يعني يسألنا، وولاده طبعا طبعا أساسي. فاستعين بالله كده، انزل وان شاء الله الرزق موجود في البلد هنا ان شاء الله. والرزق اصلا زي ما بنقول بيدور على صاحبه، يعني صح. الرزق بيجي للواحد في اي مكان، ومحدش سبحان الله. محدش بيموت يعني جعان زي ما بيقولوا، محدش بياخد اكتر من رزق ولا اقل من رزق. صحيح صحيح. بس ما تضيعش لا مراتك ولا تضيع ايه، ولا تضيع ولادك. وبرده احنا هنحط الفيديو، وانتوا بقى كده ايه مشاهدينا تقولوا لصاحب المشكله او القصه رايكم كمان ايه، يعمل ايه.